السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله طلبتنا الأعزاء الأفاضل وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات الفسلجة الطبية من قبل الدكتور الاختصاص ميسم محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى اليونت 2 Blood and Body Fluids Lecture 1 Part 2. وصلنا إلى الـ Concentration of Body Fluids. Concentration of Body Fluids is expressed in three ways. يعبر عن تركيز السائل في الجسم الإنسان يعبر عنه بثلاث طرق. ما يسمى بالأوزمولاليتي الأوزمولالية، أوزمولاريتي الأوزمولارية، والتونيسيتي هي نسميها التوتر أو التناضحية. معنى الأوزمولاليتي measure of a fluid's capability to create osmotic pressure. إذن قياس قابلية السائل على خلق الضغط التناضحي يسمى بالأوزمولاليتي أو نسمي osmotic أو osmolar concentration of a solution. In a simple words طريقة مبسطة أو كلمات مبسطة it is the concentration of osmotically active substance in the solution. معنى الأوزمولاليتي هي معناها تركيز المادة الفعالة osmotically في المحلول. Osmolality is expressed as شنو يعبر عنها the number of particles osmoles number of particles نسميها osmoles per kilogram of solution. إذن هي عدد الجزيئات بالكيلوغرام من المحلول. زين. الأوزمولاريتي is another term. إذن هو مصطلح آخر to express the osmotic concentration. يوضح التركيز الأوزموتيكي أو التركيز التناضحي. شنو يعبر عنه؟ It is the number of particles. إذن هو شنو أيضا هم عدد الجزيئات الأوزمولز. نفس الأوزمولاليتي قلنا هي أيضا number of particles osmoles. هاي قلنا per kilogram بالنسبة للأوزمولاليتي of solution. هاي لا per liter of solution. زين liter مو كيلوغرام وإنما liter. osmol per liter water. osmotic pressure in solutions depends upon osmolality. الضغط التناضحي يعتمد عليه من على مصطلح الأوزمولاليتي. ولكن بالعملي in practice زين بالواقع العملي the osmolarity and not osmolality is considered to determine the osmotic pressure. ولكن بالواقع العملي الفعلي انه نعتمد على الاوزمولاريتي، ما نعتمد على الاوزمولاليتي، نحدد الضغط التناضحي. زين شنو السبب ليش؟ اول شيء لانه قياس يقول measurement of weight اللي هي بالكيلوغرام of water in solution is a difficult process. يعني نقيس بالكيلوغرام وزن الماء بالكيلوغرام يعني بوحدة الكيلوغرام صعب جدا. زين عملية أو عملية صعبة. والنقطة الثانية شنو؟ ليش أعتمد على الأوزمولاريتي مو على الأوزمولاريتي؟ يقول the difference between osmolality and osmolarity is very much negligible. يعني هو فد يعني اختلاف بين الأوزمولاريتي والأوزمولاريتي اختلاف جدا ضعيف وقد يكون أصلا مهمل أو ضئيل أقل من 1%. The change in osmolality in extracellular fluid affects the volume of both extracellular fluid and intracellular fluid. يقول أي تغير يصير بالأوزمولالية للماء أو السوائل خارج الخلية زين يأثر على حجم الجزئين الإكستراسيلر فلويد يعني السوائل خارج الخلية والسوائل داخل الخلية. زين. When osmolality of extracellular fluid increase. إذا زادت هذه يعني نحن إكستراسيلر فلويد إذا زادت زين الأوزمولالية مالت الإكستراسيلر فلويد ال water moves from intracellular to extracellular راح يتحرك الماء من داخل الخلية إلى خارج الخلية. When the osmolality decrease لكن لا بالجهة المقابلة إذا قلت الأوزمولالية للإكستراسيلر فلويد الووتر راح يتحرك from extracellular fluid للإنتراسيلر فلويد. Water movement continuous until the osmolality of these two fluid
compartments becomes equal. إذن هذه تستمر حركة الماء إلى أن تصبح إنه الأوزمولالية متساوية في الطرفين أو في الجزئين من السائل إكسترا والإنتراسيلر فلويد. مول أند أوزمول. A mole is the molecular weight of a substance in gram. إذن هو الوزن الجزيئي. شو معنى الموضوع؟ هي مصطلحات، هذه حقيقة مصطلحات أكثر شيء يعني تستخدم بالبايوكيمستري، أكثر شيء بالكيمياء الحياتية. زين، ولكن هي يعني من باب إنه تطلعون عليها، تستفادون بعض المصطلحات منها تمر عليكم بالمراحل الدراسية مالتكم. فالمولكولر ويت، الوزن الجزيئي للمادة، وين؟ بالغرام. بالغرام. فالملي مول، هذا المول، الملي مول هو لا واحد بالألف من المول. زين، الوان أوزمول is the expression يعبر عن amount of osmotically active particles، كمية الجزيئات اللي هي تكون نشطة osmotically، يعني تناوضحين تكون نشطة. It is the molecular weight of a substance in grams. إذن هي الوزن الجزيئي للمادة بالغرام. تقسم على number of freely moving particles، تقسم على عدد الجزيئات المتحركة بصورة حرة اللي تتحرر من liberated in solutions of each molecule. 1 ملي أوزمول، واحد بالألف من الأوزمول. التونسيتي التوترية أو التناوضحية هي حركة usually movement of water between the fluid compartments is not influenced by small molecules. يقول حركة الماء بين الإكسترا والإنتراسيلر فلويد فلويد كومبارتمنتس، أو نسميه إنترا وإكستراسيلر فلويد، is not influenced، لا تتأثر. هاي بسويتكم هي آني هنا يعني بلون واضح. Not influenced، لا تتأثر by small molecules like urea and alcohol which cross the cell membrane very rapidly. ما تتأثر بالجزيئات الصغيرة مثل اليوريا والكحول التي تعبر أو تتحرك من خلال الغشاء الخلوي بسرعة فائقة. These small molecules are called ineffective osmoles. هذه الجزيئات اللي هي مثل اليوريا والكحول يقول يعتبر شنو يسموها ineffective osmoles، غير فعال. On the contrary، بالمقابل أو بال يعني الطريق الجهة العكسية أو المقابلة، larger molecules، الجزيئات الكبيرة مثل الصوديوم and glucose وسكر الجلوكوز، which cross the cell membrane slowly، هذه تعبر الغشاء الخلوي ببطء. شو تسوي هاي؟ ليش؟ والنتيجة شو راح تطير؟ كان influence، إذن ممكن تأثر عليها من على حركة الووتر، على حركة الماء. لذلك therefore such molecules are called effective osmol، فهي تسميها effective osmol. ولكن اليوريا والكحول اللي تتحرك بسرعة فائقة وهي صغيرة الحجم أن تكون ineffective osmol. معذرة على هاي الأصوات اللي دا تجي أثناء المحاضرة، يعني حقيقة أكو دا يصير عمل إدريل وكذا في مواقع قريبة عنا مكان إعطاء المحاضرة. Osmolality that causes the movement of water from one compartment to another is called effective osmolality. إذن الأوزمولالية اللي تسبب حركة الماء من part، يعني من compartment، من جزء إلى جزء آخر، نسمي هذه الأوزمولالية فعالة، effective osmolality. And the effective osmol are responsible for this. زين، التونسيتي is the measure of effective osmolality. شنو معنى التوتر أو اللي احنا نسميه التوتري أو التناوضحية؟ هي معناها قياس effective osmolality. In terms of tonicity, the solutions are classified into three categories: isotonic fluid, hypertonic fluid, and hypotonic fluid. هسه راح من خلال الشرح والرسم راح تعرفون شنو معنى هاي المصطلحات. زين، الايزوتونيك فلويد، السائل المتساوي التوتر او التناوضحيه، which has the same effect effective osmolality tonicity has body fluids is called isotonic fluid. فاذا هذا احسن مثل ادنى هاي المثال على ذلك، ان هذه كريات الدم الحمر اذا وضعت في سائل مثل نورمال سلاين نسميه احنا، المغذي المي والملح، هذا من اخليها داخل هذا المحلول ما راح يصير أي تغيير بها. زين، إنه شنو ما راح يصير أي تغيير؟ يعني لا ما راح يصير أي تناوضحية،
لا من داخل الخلية ولا من خارج الخلية. زين، عندنا بالنسبة لنا هنا يقول هنا الإكزامبل R 0.9% sodium chloride solution normal saline اللي هو normal saline and 5 وعندنا أيضا مثال آخر 5% glucose solution. زين، لذلك إحنا ذني بالعلاج راح ننطيهن ذني دائما هاي المغذيات ننطيها للمرضى. زين، يعني اللي عنده مشكلة، عنده مثلا عملية أو عنده مثلا يعني الهايبوفوليميك شوك مثلا، زين مثلا صار عنده نزف أو صار عنده مثلا فقدان سوائل، نمضي هاي جزء يعني هذه المغذيات اللي تعوض السوائل المفقودة، فلذلك من نمضيها ما راح يصير أي مشكلة عنده. زين، راح ياخذها وما راح يعني تنتج أي تأثير جانبي أو سلبي لجسم هذا الشخص المريض. Red blood cells or other cells placed in isotonic fluid, normal saline, neither gain nor loss, لا تكتسب ولا تفقد ماء، هاي الكرات الدم الحمر by osmosis من خلال التناوب، يعني ما يصير تناوب حياتها، هاي هنا نسميها isotonic solution, normal cells، وخية طبيعية وما عندها أي مشكلة، أي تناوبية ما صار به، ليش؟ لأن وضعت في محلول هو أصلاً isotonic fluid. زين، لذلك هنا this is because of osmotic equilibrium، زين توازن تناوضحي بين من بين الانسايد والاوتسايد ذا سيل، داخل وخارج الخليه. هذا الموضوع ماكو بعدنا مشكله. الهايبرتونيك فلويد لا يسمي سائل مفرط التوتر، سائل مفرط التناوضحي. شنو يعني fluid which has greater effective osmolality than the body fluids is called hypertonic fluid. من خلال المثال example is 2%، شوف 2% صوديوم كلورايد لو اخلي له يعني كلش افكتيف اوزمولاليتي عاليه مالته هذا السوليوشن، لما اخلي كريات الدم الحمراء بهذا المحلول زين او اذر سيلز بليس ان ا هايبر تونيك فلويد ووتر موفز اوت اوف ذا سيلز اكزوزموزيس نسميه ريزلتنج ان شرينكج اوف ذا سيلز كرينيشن او نسميها عند تكون يعني شلون نقول احنا راح يصير اختزال بحجمها، نسميها تكون شلون المسننه. هسه هذا المثال عليها الرسم، هذا نسميه هايبرتونيك سوليوشن، هذا هايبرتونيك سوليوشن اللي هو 2% سالاين زي 2% ماده ملحيه، فراح راح يصير اختلاف بالتناوضحيه بين خارج وداخل الخليه، لذلك راح يخرج الماء من داخل الخليه الى خارج الخليه. ايش راح يصير بها؟ شرينكج، شوف هنا انكماش بحجم الخليه وتكون مثل المسننه. زين، فيسموها اكزوزموزيس. زين، نيجي الدور عندنا النوع الاخر الاخير اللي هو هايبوتونيك فلويد، سائل منخفض التوتر. شنو يعني فلويد which has less effective osmolality than the body fluids is called hypotonic fluid. example 0.3% sodium chloride. شوف احنا قلنا الايزوتونيك فلويد 0.9% sodium chloride، هاي لا 0.3% صوديوم كلورايد، جدا يعني تركيز قليل، هايبوتونيك. الار بي سي لما اخليها بداخل او اي خليه بالهايبوتونيك فلويد، الووتر موفز انتو ذا سيلز، راح يتحرك الماء يتحرك من خارج الخليه الى داخل الخليه، نسميها اندوزموزيس اند كوزز سوولينج اوف ذا سيلز. ناو ذا ريد بلاد سيلز بيكم جلوبولر، زين سفيروسيتيك كرويه and get ruptured، وراح تنفجر، تصير عمليها يعني تحلل توصل لمرحلة الانفجار. هاي هنا هذا المثال عندنا، هاي هنا فهذا المحلول اللي كان هو يعتبر شنو؟ يعتبر هايبوتونيك. زين، ولذلك وما يعني التناوضحية مالته جدا، الأوزمولالية مالته جدا قليلة. زين، لذلك راح ينتقل الماء من خارج الخلية إلى داخل الخلية، راح يسبب انتفاخه ومن ثم توصل لمرحلة أيضا تنفجر. زين، الأبلايد فيسيولوجي، شنو الأمثلة على يعني الووتر ديفيشنسي عندنا؟ الديهايدريشن، الجفاف. الديفينيشن، شنو تعريف الجفاف؟ يقول dehydration is defined as excessive loss of water from the body، إذا هو فقدان كميات كبيرة من الماء خارج يعني الجسم. فقدان راح يكون body requires certain amount of a fluid intake daily for normal functions، يحتاج الجسم كميات محددة معينة
من السوائل يجب أن يأخذها الإنسان يوميا حتى يحافظ على الوظائف الطبيعية. minimum daily requirement of the water intake is about 1 liter. شقد احتياجه؟ معدل يقول الأقل شيء، أقل شيء 1 liter. This varies with the age، لكن هذا يختلف مع العمر. And activity of the individual، ونشاط الشخص. زين، the most active individuals need 2 to 3 liter of water intake daily. إذا يحتاجون شقد؟ يحتاجون 2 إلى 3 لتر من الماء أن يأخذ يوميا. زين، اللي يعني شنو نقول، هذا الشخص اللي يكون فعال، الشخص اللي عنده حركة، عنده طاقة، عنده شغل مستمر، يحتاج إلى كمية أكثر من الووتر. Dehydration occurs when fluid loss is more than what is consumed. إذا الجفاف يحدث لما يكون السائل المفقود أكثر من السائل المستهلك. The classification basically dehydration is of three types. Mild dehydration، الجفاف البسيط الدرجة. It occurs when fluid loss is about 5% of total body fluids. إذن الجفاف البسيط الدرجة لما تكون نسبة فقدان سواء 5%. Dehydration is not very serious، ما يعتبر كلش يعني خطر. وcan treated easily، ويعالج بطريقة سهلة من خلال شنو؟ rehydration، يعني إعادة السوائل المفقودة. Moderate dehydration، الجفاف المتوسط الدرجة. It occurs when fluid loss is about 10%. زين، لما نكون يعني السائل المفقود 10%. Dehydration becomes little serious، شوية يعني أقل يعني خطورة. And immediate treatment should be given by rehydration، ويحتاج إلى علاج فوري وسريع بإعطاء السوائل. Severe dehydration، جفاف الحاد. It occurs when fluid loss is about 15%. 15%. Dehydration becomes severe and requires hospitalization and emergency treatment. When fluid loss is more than 15%, dehydration becomes very severe and life-threatening. فإذا قلنا الجفاف الحاد يحتاج إلى دخول مستشفى، ويحتاج إلى علاج طارئ. وأيضا إذا يعني وصلت مرحلة أنه الفقدان السوائل أكثر من 15%، dehydration becomes very severe and life-threatening. On basis of the ratio between water loss and sodium loss, dehydration is classified into three types. Isotonic dehydration، يعني يقول إذا كان أكفد علاقة نسبة فقدان الماء مع الصوديوم، فقدان الماء وفقدان الصوديوم، راح تنقسم الجفاف إلى ثلاث أقسام. Isotonic dehydration، balanced loss of water and sodium as in case of diarrhea or vomiting، يعني يكون يعني فقدان الماء والصوديوم يكون بطريقة متوازنة مثل التقيؤ والإسهال. Hypertonic dehydration، loss of more water than sodium as in the case of fever، يفقد الماء أكثر من الصوديوم حالة الحمى. أو عندنا hypotonic dehydration، loss of more sodium than water، فقدان الصوديوم أكثر من الماء بحالة شنو؟ حالة استخدام مدررات أكثر من يعني الجرعة المعتادة، أكثر يعني استخدام كثير أو مكثف للمدررات. الأسباب شنو عندنا؟ severe diarrhea and vomiting نتيجة gastrointestinal disorder. شنو أسبابها هذا يصير؟ يقول أسباب إنه مثلا بالإسهال الحاد والتقيؤ نتيجة يعني هنا نقول إحنا يعني اختلال بعمل الجهاز الهضمي. excess urinary output due to renal disorders، اختلال في عمل الجهاز البولي. excess loss of water through urine due to endocrine disorders، فقدان الماء نتيجة إذر فقدان الإدرار بسبب يعني اختلال بعمل الغدد الصماء، مثل عندنا هذا الأمراض السكري، أمراض السكري وعندنا أمراض السكري وعندنا المرض السكري الكاذب diabetes insipidus and adrenal insufficiency، قصور بالغدة الكظرية. insufficient intake of water، إذن أيضا يعني السبب الآخر إنه عدم أخذ الماء بصورة كافية. prolonged physical activity without consuming adequate amount of water in hot environment، أيضا فترة طويلة من إنتاج يعني من النشاط والحيوية والفعالية أو العمل بدون أن
يستهلك كمية كافية من الماء وفي الجو الحار. Excessive sweating leading to heat frustration, extreme loss of water, heat and energy. يقول أيضا التعرق الشديد زين أو زيادة بالتعرق يسبب إحباط حراري اللي يصير بها فقدان ماء بحرارة وطاقة. Severe sweating and dehydration occur while spending longer periods on regular basis in the sauna. وأيضا ممكن يصير بحالة استخدام حمام الساونا بصورة يعني طويلة بفترة طويلة ويوميا أو مثلا يعني بفترات منتظمة. Use of laxatives أيضا استخدام المسهلات أو الدايوريتكس المدررات in order to lose weight quickly حتى يفقد الوزن بصورة سريعة. فيستخدم هاي الأدوية حتى يفقد من وزنه بحالة دول الرياضيين. السان والسمتوم mild and moderate dehydration شنو يعني الأعراض والعلامات؟ جفاف الفم dryness of mouth excess thirst عطش شديد decrease بالsweating تقل بالتعرق decrease in urine formation يقل تكوين الإدرار أو البول headache ألم بالرأس dizziness يعني نقول إحنا دوخة نسميها dizziness weakness أيضا ضعف عام cramps in legs and arms وتشنجات في عضلة الساق وعضلة الذراع. Severe dehydration said decrease in blood volume قلة في حجم الدم decrease in cardiac output قلة في ضخ أو عمل القلب low blood pressure انخفاض في ضغط الدم hypovolemic cardiac shock وأن صدمة قلبية نتيجة فقدان السوائل fainting أن يسمي إغماء. Very severe dehydration يقول damage of organs like brain, liver and kidneys mental depression زين يصير عنده confusion و renal failure, convulsion و coma. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.